معانا بروفايل عنك، تحب نتفرج عليه؟ مالك خفتي ليه كده؟ اوكي. طب يلا نتفرج على بروفايل جمانة مراد. ضفتنا من مواليد 1 ابريل وطولها متر 63 سنتي. وضعها الاجتماعي متزوجة من المحامي الدولي الدكتور ربيع بسيسو. المهنة ممثلة ومنتجة سورية. مش ممكن، أنا مش قادرة أصدق نفسي، جمانة واقفة قدامي؟ برزت في بلدها واشتهرت كمان في مصر والعالم العربي، وده بعد ما حصدت جوائز وتكريمات عديدة على أدوارها اللي اتوزعت على أكتر من 50 فيلم ومسلسل، من أبرزها كباريه، الفرح، أنا طول عمري شريفة ومحافظة على نفسي، كف القمر، قلت المرة دي امسكي نفسك يا بنت علشان أعرف أتجوزك، فرعون، الخيط الأبيض، مطلوب رجال، أنت جميلة وزي القمر، لو لبستي أي حاجة هتطلع عليك حلو، باب الحارة، وكتير غيرها. إحنا النهاردة بنتكلم طبعاً عن جمانة مراد. جمانة نواف مراد اتولدت في السويداء في سوريا، بس عاشت طفولتها في الإمارات، وراحت لمدرسة خديجة بعجمان لحد ما حصلت على شهادة الثانوية العامة. جمانة كانت رياضية محترفة، في عمر 11 سنة خدت ميداليتين ذهب في الجمباز، وبجانب الرياضة كانت كمان متفوقة في دراستها وبشقاوتها برضو. كنت شقية وعاملة كده يعني زي عصابة في المدرسة. وهي لسه فاكرة لما هربت من المدرسة مرتين وتعاقبت بعدها، مع إنها راحت مع صاحبتها علشان يأكلوا في المطعم، مش أكتر من كده. الست جمانة مراد بنفسها هنا في المطعم، أنا مش مصدق عينيا. ضيفتنا كانت بتعرف وبتحلم إنها تكون مشهورة زي نجومها المفضلين شريهان، هند رستم، فاتن حمامة، عبد الحليم، كمال الشناوي، حسين فهمي وغيرهم، بس طول حياتها ما حسيتش ان التمثيل هو الباب اللي هيفتح ليها مجال النجوميه. صور. الليله في باك تو سكول رجعنا صغيرين، هنكتشف مين النجوم اللي كانت بتقلدهم وازاي، وهنعرف سر تعلقها بالرسوم المتحركه اللي لسه فاكره اسمائها لحد دلوقتي. حلو البروفايل قوي، ظريف، ما فيهوش حاجه يعني. لا بجد حلوه قوي، ما فيهوش مفاجات وحشه يعني. ايه موضوع التقليد ده؟ يعني عارف، هو انا من لما كنت صغيره كنت بحب اقلد كتير وبحب امثل قدام المرايه، طبيعي يعني. ولا مش طبيعي؟ لا طبيعي طبيعي. يعني اي ممثل شاطر المفروض يبقى بيعرف يقلد، ولا مش ملهاش علاقه؟ لا طبعا ملهاش علاقه، ملهاش علاقه. لا التقليد حاجه. مين اكتر واحده كنت بتعرفي تقلديها وانت صغيره؟ يعني في ناس، سوري، بس في ناس بتعرف تقلد حلو قوي ما بيعرفوش يمثلوا. صح، عندك حق. طب مين اكتر واحده كنت بتقلديها وانت صغيره؟ كنت بحب، هتضحكوا عليا، كنت بحط كده الاشارب وفي كده شراشيب نازله وبقعد اغني زي فيروز. فيروز. طب انا عايزكم انتوا تشجعوها انها تقلد فيروز. سقفوا لها. حته صغيره. انا اقلد فيروز حته صغيره. اسمعك ايه؟ مفيش صوت، مفيش اي حاجه. خلاص متاكده يعني؟ دي فيروز. متاكده؟ وخد مني نقطتين يا اخي، انا مدياهم. ميرسي لاحمد. ميرسي يا طماع. هتندم عليهم دي بعدين. طب احنا دلوقتي معانا